السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم في عنا قصة حلوة كمان، وكمان فيها عبرة، وعبرة كتير مهمة بهالحياة، لأنه كتير عم نصادف هيك شخصيات وكتير هيك ناس. فالقصة كان في واحد تاجر، وكان زلمة يعني الناس تحكي باسمه انه كان زلمة كتير محترم وحقاني وزلمة يعني تمام كان يعني. وهذا التاجر كان عنده ولد، هذا الولد كبر وصار شاب، فاجا هذا التاجر مرض وتعب، وكان يعني وضعه صعب انه بده يموت شكله. فكان عم يوصي ابنه قبل ما يموت، وصى ابنه قال له لابنه: يا ابني، وصيتي لك بهالحياة شغلتين. الشغلة الأولى إنك تدير بالك على الأرض وعلى الحيوان وعلى الشجر، هدول ثلاث شغلات لازم تدير بالك عليهم، لأنه هدول هن اللي بيستاهلوا إنك تدير بالك عليهم. وشغلة تانية لازم، وصيتي الثانية إلك إنه لازم تدير بالك من اللئيم. اللئيم هاد لازم تدير بالك منه، لأنه اللئيم إذا التام يعني الله يجيرنا يا رب. تمام؟ فقال له: هدول وصيتين أنا عندي إلك، يعني تدير بالك على الأرض وعلى الحيوان وعلى الشجر، وبنفس الوقت وصيتي الثانية إلك إنك تدير بالك من اللئيم، لأنه اللئيم إذا غضب مثل ما حكينا بيأذي وبيزعج يعني. تمام؟ وتوفى هذا التاجر. والله هذا الولد عمل بوصية أبوه، يعني مثل ما أبوه وصاه سوا، كل يوم الصباح يفز يحط البذور بالأرض، يدير باله على الأرض، ينظف، يعمل، يساوي، يدير باله على الشجر، ويدير باله يعني يضبط أمور كل شيء يعني. وماشي الأيام وماشي الأمور معه، وهذا الشاب صارت الناس تحلف بحياته بسبب أخلاقه، بسبب تعامله، بسبب أمانته وصدقه مع الناس وكل شيء يعني. الشاب كان محترم جدا يعني. فيوم من الأيام كان رايح هو ماشي، قام لقى صخرة وعلقاني هيك بطرفها، علقاني حية. فراح يعني عم يعمل وصية أبوه، قال له: ندير بالك على الحيوان. فراح شال هالصخرة بعدها وطلع على الحية وداواها للحية. فالحية شو قاتله؟ فرحت، قاتله الحية: خود هدول ثلاث شعرات، وإذا يوم من الأيام احتجت شيء أو احتجت مساعدة بس حرك هدول ثلاث شعرات، هزهم ثلاث هزات بتلاقيني صرت عندك. والله أخذ هالثلاث شعرات هالشاب وراح. دارت الأيام وهو ماشي، كان رايح يوميتها على مدينة تانية، رايح بده يتبضع البضاعة يعني، وبده يجيب أموره ويجي. راح والله قام لقى في واحد قاعد هيك بالسوق، والناس كلها عم تبعد عنه وما حدا عم يقرب عليه أبدا ولا حدا عم يشاكله: اوعى ولي دير بالك. فراح سأل، وقف واحد سأله قال له: شو وسطه هذا الزلمة؟ قال له: هذا الزلمة لئيم، دير بالك منه ولا تقرب عليه، زلمة مئزي ولئيم يعني ما بيتشاكى. فقال له: خير إن شاء الله. راح هذا الشاب لعند هذا الزلمة اللئيم، قال له: خير، شو قصتك؟ قال له: والله أنا تعبان، أنا مقهور، أنا زعلان، ما حدا عم يرضى يشاكلني، ما حدا عم يرضى يقرب علي، وكل الناس عم تهرب مني، وكل الناس عم تبعد عني وكذا، وعم يقولوا عني أنا هيك لئيم وما بعرف شو، ما في رحمة. معقولة ما عاد في رحمة بالدنيا؟ ما عاد حدا يرحم حدا؟ فصفن هذا الشاب هيك عم يطلع على ما والله، لكن احنا الحيوان يعني اهتمينا فيه، معقولة ما نهتم بالإنسان اللي منا وفينا؟ والله شو قال الشاب؟ قال: والله يا أبي بدك تسامحني، معلش هاي الوصية الثانية بدي اتجاوز عنها شوي، لأنه الزلمة وضعه تعبان. فراح قال له لهذا الزلمة، قال له: أخي ما في مشكلة، قال له: تعال، أنا عندي رزقي وعندي محلي وعندي أموري، تجي بتشتغل معي وتعيش معي ومنظبط لك أمورك يعني.
فرح هذا اللئيم، الله يسلم يديك، شكرا لك والله انك فضلت وكذا من الحكي هذا. اخذوا والله ما كذب خبر، اخذوا وراحوا على المدينة مطرح ما كان عم يشتغل هذا التاجر، فوتوا وشغلوا معه بالمحل وصار يشتغل معه بالمحل ويساعده ويمشي امور التجارة والامور هي كلها تبع 24. فيوم من الايام اجا طير وسرق التاج اللي محطوط على راس الأميرة، كانت واقفة بالقصر، اجى على راس الأميرة وسرق التاج الذهب اللي على راسها وهرب فيه وطار هيك، وزت هذا الطير هذا التاج عند وين؟ زته عند باب المحل تبع التاجر هذا المنيح. بس للأسف هذا التاجر ما كان موجود بالمحل. مين كان موجود بالمحل؟ كان موجود هذا الشاب اللئيم اللي جابه وساعده وشغله معه. مسك هذا التاج هذا اللئيم واخده وخباه بجية مين؟ بجية صاحب المحل. هو جاي صاحب المحل يفوت على المحل، اجوا مين؟ الحرس تبع القصر، قالوا له احنا هون في التاج تبع الاميرة وقع هون بهالارض منطقة بهالارنة هاي، شفتوا شي؟ عمل له هذا التاج، قال له لا والله ما شفت شي، قال له انا هلا اجيت يعني ما شفت شي. قام نط مين؟ نط هذا اللئيم وقال له للحرس مبلا، قال له أنا شفته أخذ التاج وخباه بهديك القرنة. العمى شو عم يساويها؟ قالوا له تعال نشوف. راحوا شافوا التاج العمى لقوه، قالوا له عم تكذب علينا؟ قال له والله ما عم كذب عليكم، قالوا له عم تكذب، تعال هلا بتحكي القصة للملك. أخذوا مين؟ هذا الشاب المسكين التاجر اللي كان أموره تمام وساعد هذا اللئيم، أخذوه لعند الملك. اجوا لعند الملك قالوا له يا سيدنا هيك هيك ساو، أخذه وخبى التاج تبع الملكة. فشو أمر الملك؟ قال له أنت، قال له أنت معقولة أنت اللي عم تعمل هيك؟ يعني معقولة هذا الشيء اللي عم تعمله؟ لك الناس بتحلف بحياتك ونحن بنعرفك أنك أنت زلمة منيح، تطلع هيك آخر شيء مخبى بتيابها؟ فأمر الملك أنه ياخذوه لهذا الزلم المنيح ويزتوه بالبحر مشان يكون عبرة لكل هالناس اللي بدها تفكر تعمل هيك شيء. والله أخذوه الحراس وراحوا زتوه هيك بهالبحر، بلمح البصر هيك طرق هذا الزلمة السمك، دفشوا لوين؟ على الشاطئ. سحبوه لهذا الزلم المسكين ودفشوه على الشاطئ. العمى طلعوا الحراس شو عم يصير؟ رجعوا أخذوا لهذا الزلمة وردوا زتوه مرة تانية بالبحر، رد السمك سحبوا هيك وزتوه على الشط لهذا الزلمة. لعم استغربوا شو عم يصير، حملوا حالهم وراحوا لعند مين؟ راحوا لعند الملك، قالوا له يا سيدنا أخذنا نزته بالبحر والسمك هيك عم يطالعوا من البحر ويزتوه على الشاطئ، ما عم يرضوا يغرقوا. قالوا شو الحكي؟ قالوا له إيه؟ قالوا شو يعني الحكي؟ يعني السمك بده يعاندني؟ قالوا خدوه وحطوه وزتوه بالسجن. والله أخذوا لهذا المسكين وحطوا بالسجن. لعما هذا المسكين طلع هيك لك شو بدي يساوي، شو بدي يعمل، شو بدي يتصرف؟ قام تذكر مين؟ تذكر الحية، الحية اللي عطوته ثلاث شعرات وقالت له بس تعتازني هزهم وأنا بجي لعندك. والله طلع ثلاث شعرات هزهم هيك، اجت طلعت الحية قدامه قالت له شوفي، قال له هيك 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 القصة وهيك هيك صار. قالت له ماشي، قالت له أنا رح أروح هلأ ولف حالي على رقبة الأميرة ورح أضلني ملفوفة على رقبة الأميرة وما حدا يحسن يفكني مع رقبة الأميرة غير أنت. قال له ماشي. راحت والله هالحية ولفت على رقبة الأميرة، وأجوا بقى الملك وجابوا الأطباء وجابوا عالم ودنيا مشان يفكوا هالحية من على رقبة الأميرة، ما حدا حسن. اجا هذا الشاب المسكين صار يخبط ويكسر على باب السجن وينادي. اجا الحرس قالوا لك شو بدك؟ قال له فاضيين لك لحنا، نحن قاعدين ملبوشين هلا بالاميره، الاميره مو عارفانين كيف بدها تقيم وحيه مع رقبتها وانت قاعد هلا عم تعمل مشاكل. قال له لك انا قال له الحل عندي. قال له شو الحل عندك؟ قال له انا راح افك الحيه من على رقبه الاميره. قال له شو عم تحكي؟ قال له ايه انا. قال له تعال نشوف. اخذ والله لعند الملك، راح لعند الملك قال له يا سيدي عم يقول هيك هيك هيك. قال له انت بتحسن تفكه؟ قال له انا بحسن افك الحيه مع رقبه الاميره.
قال له بس في عندي شرطين للملك. قال له شو الشرطين؟ قال له الشرط الأول الحية بس لفكها مع رابة الأميرة بتتركوها وما بتقتلوها، تخلوها تروح وما بتقتلوها للحية. قال له طيب. قال له الشرط الثاني انك تسمع قصتي وتسمع حكايتي اللي صارت، تمام؟ قال له موافق ماشي. اجا هيك والله هذا الشاب المسكين، قال للحية، قال له يا مبروكة فكي مع رقبة الأميرة وروحي بحال سبيلك. فكت الحية تك 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 وراحت الحية. العمى شو عم يساويها؟ شلون هيك ساويت؟ قال له هيك. قال له طيب. قال له هات لشوف احكي لي شو قصتك. قال له والله يا سيدي قصتي هيك 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 هيك، انا هذا الزلمة حنيت عليه واخدته وعساس انه زلمة يعني مسكين، وعساس انه خلص تاب يعني، بس للأسف انا ما سمعت نصيحة ابي. ابي قال لي وحذرني وقال لي انه تدير بالك من اللئيم، وانا ما سمعت النصيحة. فهي قصتي يا سيدنا الملك. والله اجا هذا الملك جاب هذا اللئيم حطه بالسجن، واجا لهذا المسكين قال له خلص روح بحال سبيلك. قال له وابوك كان زلمة محترم وكان ينحلف في حياته كمان، فخليك ماشي على درب ابوك واللي نصحك اياه واللي قال لك عليه. فقصتنا يا جماعة انه الواحد قد ما كان لا يأمن لمين ما كان ويسمع النصيحة، لانه النصيحة من زمان كانت بجمال، هلأ ببلاش، هلأ ببلاش بتزدت له النصيحة للواحد ما بيسمعها، بيضله معند وعم يعمل اللي براسه مع انه هو غلط يعني وعلى عناد يعني. فديروا بالكم من اللئيم، والله يبعده عنا وعنكم بجاه سيدنا محمد وبجاه كل مين له جاه عنده يا رب، بجاه سيدنا محمد يا رب. فبتمنى تكون القصة عجبتكم، اذا عجبتكم بتمنى انكم تشتركوا بالقناة اذا كنتوا جداد، واذا مو عاملين لايك اعملونا لايك للفيديو وشاركوه اذا عجبكم الموضوع. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.